في العام 2019 تصدرت عدة وسوم الترند في الأردن، ويعرف ترند بأنه وصول الهاشتاج أو الوسم إلى قائمة أعلى 10 هاشتاجات استخداما على موقع تويتر في بلد ما. اليرموك رصدت أهم الوسوم التي تصدرت الترند في الأردن والتي اشتهرت في وقت أو حدث ما. من هذه الوسوم وسم العفو العام، والذي شهد تفاعلا شعبيا قبل صدور قانون العفو العام وأثناء إقراره، وازدادت وتيرته بعد صدور الموافقة الملكية عليه. وسم لالي منهاج كولينز تصدر المشهد أيضا في فترة رفض المنهاج البريطاني، والذي احتوى على عدد من المشكلات وحظي على تفاعل قررت وزارة التربية على إثره تشكيل لجنة لمزيد من الدراسة. وفور إعلان مؤسسة الضراغم التجارية عن إعلان للربح سيتم السحب عليه في بداية العام الجديد، تصدر وسم ضراغم 2020 الترند ولعدة أيام. وظهر وسم رجعوا أولادنا لأكثر من مرة عند اعتقال ناشطين سياسيين، وتكرر ظهوره بعد اعتقال مواطنين أردنيين في مصر. فيما تفاعل الجمهور الأردني مع وسم غاز الهواملة بعد أنباء عن طلب رفع الحصانة في قضايا فساد اعتبرت ملفقة للنائب وتقصد تشويه صورته بحسب المشاركات على الوسم. وعبر الأردنيون بتهكم عن قضية الدخان من خلال وسم قضية الدخان وما صاحبه من وسوم، مثل وسم عوني مطيع الذي حمل اسم المتهم الرئيسي في القضية، ومطالبات شعبية لملاحقة الفاسدين على إثرها. وحافظ وسم الحرية لهبة وعبد الرحمن وما صاحبه من وسوم مشابهة في سلم الترند الأردني، حتى الإفراج عن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تلاه ترند بكف اعتقالات الذي تصدر في الأردن نظرا للتضييق على الحريات والاعتقال الإداري بلا تهم تسند لناشطين تم اعتقالهم. وتصدر وسم فيلم جن وجابر ليعبر عن حنق الأردنيين عن بعض الأفلام التي شذت عن طوق المجتمع الأردني وأخلاقه، وسط مطالبات من المغردين بوضع حدود لمثل هذه الممارسات تردع من تسول له نفسه فعلها. وللتعبير عن الحنق أيضا، فقد تصدر وسم مقام النبي هارون الترند عند أداء سياح صهاينة لطقوس في مقام النبي هارون، أغلق المقام على إثره وفتح بعد تصويب الوضع بعد ذلك بفترة. وأشعلت لاءات الملك الثلاث حول القضية الفلسطينية مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسم القدس خط أحمر، وصاحبها تصدر وسم تسقط صفقة القرن رفضا لكل الإجراءات الأمريكية والتي يمتد تهديدها للأردن كما تهدد فلسطين. ومن أكثر الوسوم شهرة في العام 2019 وسم الباقورة والغمر بعد إعلان الملك عبد الله الثاني إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر وإعلان السيادة الأردنية الكاملة على المنطقتين. لكن سرعان ما اشتد حنق الأردنيين بعد بهجتهم وفرحهم باسترداد الباقورة والغمر بوسم غاز العدو احتلال واتفاقية الغاز، حيث لم تستجب الحكومة للنداءات الشعبية ولا للبرلمان في إلغاء هذه الاتفاقية. أما الوسم الأبرز على مستوى الأردن والذي حظي بتصدر ترند لأطول فترة، فكان وسم إضراب المعلمين ووسم مع المعلم وما صاحبه من وسوم مثل نحن كما نحن ووين كنت لما، الذي أثير كردة فعل عبارة الصحفي عبد الهادي راجل المجالي، ونو كومنت الذي أثير بعد تعليق وزير التربية والتعليم حول نتيجة مباحثات إنهاء إضراب المعلمين.